بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الأجواء العظيمة الإلهية، أجواء شهر رمضان المبارك. في هذه الليلة سوف نتحدث حول فرص استثمار هذه الأجواء بطريقة نضمن بها حصول رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن نحصل أيضا على الأجر والثواب. في ماتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة انتظرونا.